وانا يعني هنستعرض اكتر النهائي، انا عرفت انه بقى في بيست اوف 3، بس خلينا الاول نروح يعني يمكن المباراه اللي فاتت كانت مباراه هليوبلس، كانت في مدينه الشروق وفي رحله العوده للاعبين والجهاز الفني، تعرض لاعب او لاعبنا الكبير والليبرو بتاعنا في الفريق محمد معوض لحادث بسيارته الحقيقه، كان حادث كبير والحمد لله بفضل الله نجا منه يعني باجوبه، وبفضل الله سبحانه وتعالى نجا منه يعني بشكل اصابات خفيفه يعني. فهو النهارده الحقيقه بيغيب عن المباراه، بس كان لازم يكون معانا في بدايه الاستوديو الكابتن محمد معوض عشان نطمن عليه ونعرف اخباره. الف سلام عليك يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن هيثم، ازي حضرتك عامل ايه؟ طمنا عليك، ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل بالظبط يعني؟ طمنا وطمن الساده المشاهدين وطمن جمهور النادي الاهلي. الو كابتن محمد، دي صورة العربية طبعا اللي كان راجع، او السيارة اللي كان بيستقلها او بيسوقها كابتن محمد معوض، وكان راجع من مدينة الشروق بنادي هليوبلس الشروق، وتعرض لحادث، وحضراتكم شايفين حادث كان كبير الحقيقة، والحمد لله يعني ستر الله كان معاه. ويمكن محمد من اللعيبة المحترمة جدا. يا ترى محمد لسه معانا يا جماعة ولا؟ طيب هنحاول نجيبه تاني لان يمكن الشبكه اتقطعت، بس الحمد لله هو في حاله جيده. والنهارده طبعا الجهاز الفني فضل يعني يريحه، لان طبعا عنده جروح بايده وعنده بعض الكدمات متفرقه بالجسم. فمحمد انت معانا تاني. كابتن هيثم ازي حضرتك عامل ايه؟ طمنا عليك، وايه اللي حصل بالظبط وانت راجع من ماتش هليوبلس يا كابتن؟ لا انا عايز اتكلم مع الكابتن سحت والكابتن كريم حبايبي، وانا راجع طبعا للاسف عملت حادثه في اتوبيس، حادثة جامدة يعني، حادثة موت، ربنا يعني نجاني منها الحمد لله. طلعنا بس بيها كده بكلمات وورث ايدي الشمال، والحمد لله ربنا ستر وعداه على خير يعني. طب الحمد لله يعني، يمكن يعني طمنا عليك. انت كنت في السيارة معاك حد تاني؟ انت قلت لي انا الصوت ما كانش واضح. لا انا كنت لوحدي. كنت لوحدك؟ كنت لوحدك. ودي يعني احنا بنعرف اتوبيس دخل فيا، والحمد لله يعني حادثة جامدة، حادثة موت بقول لحضرتك، ربنا يجيني من هنا من ناحيتي كمان يعني. فرق متر كان يعني ممكن ما اقدرش معاكم دلوقتي على التليفون، فنحمد ربنا الحمد لله يعني جت في العربيه والحمد لله يعني. طب انت اتصلت بمين بعد فور كل الحادثه يا كابتن محمد؟ يعني هل حد؟ والله احنا كنا كلنا مع بعض لسه طالعين من الماتش، فانا يعني كان عبد الله ماشي قدامي، وطبعا يعني في ظرف دقيقتين كانت اللعيبه كلها موجوده والجهاز دور والاتحاد ابو زينه، الحمد لله الناس كلها كانت معايا. و فلما انا كده يعني فقت شويه كان طبعا الناس كلها حواليا ويعني جابوا الونش واتفقوا مع الاتوبيس وعملوا كل حاجه، فالحمد لله يعني اخواتي الكبار رجاله النادي الاهلي كلهم كانوا معايا في الحادثه الحمد لله، فكانت ظروفها سهله الحمد لله عدت على خير. طب هل بعد يعني الحادثه رحت المستشفى؟ هل قمت ببعض التحاليل؟ اطمنت على نفسك او بعض الاشعاعات؟ انت عارف الحوادث دي. طبعا زي ما قلت لحضرتك ايدي الشمال اتفتحت، خدت اربع غرز بس ربنا الحمد لله سترها ان كانت سطحيه، طبعا رحت خيطتها في ساعتها، وثاني يوم بقى حسيت طبعا جسمي فيه كدمات كثيره، وايدي الشمال حسيت انها وجعاني، عملت اشعه عليها بس الحمد لله مفيش حاجه يعني جامده الحمد لله يعني. الحمد لله الف مليون سلام عليك، ونرجع ان شاء الله. الف سلام عليك وسلامنا للوالد لانه كان مخضوض عليك جامد جدا جدا جدا. الحمد لله ربنا على خير الحمد لله، يوصل ان شاء الله. كابتن محمد معوض نجم النادي الاهلي وليبرو النادي الاهلي ومنتخب مصر، الف مليون سلام عليك. كنا بنطمن عليه طبعا بعد الحادثه، والنهارده طبعا اكيد بيغيب عن اللقاء يعني.